والآن نتحول إلى الشأن الاقتصادي في هذه النشرة. أخبار المال والأعمال ومرنا إيهاب، إليك مرنا. شكرا لكما يوسف وسحر، والآن جولة اقتصادية جديدة محليا وعالميا. شهدت أسواق الأسهم بمنطقة الشرق الأوسط فترة صعبة في عام 2022، حيث أثر التضخم وارتفاع أسعار الفائدة والحرب في أوكرانيا بشدة على معنويات المستثمرين. كما أظهر بيان صادر عن البورصة المصرية تسجيلها أفضل أداء بين بورصات منطقة الشرق الأوسط خلال 2022، حيث ارتفع مؤشر الأسهم القيادية EGX30 محققا مكاسب سنوية بنسبة تقدر ب 22%. وحقق المؤشر الرئيسي للبورصة مكاسب في الربع الأخير بعد الاتفاق مع صندوق النقد الدولي ودعم البنك المركزي للسماح للمقرضين بقدر أكبر من المرونة في تداول العملات. صعدت الأسهم السعودية في ختام التعاملات لتبدأ عام 2023 على ارتفاع تماشيا مع التوقعات الاقتصادية في البلاد، في الوقت ذاته الذي كانت فيه معظم البورصات الخليجية الأخرى مغلقة بسبب عطلة رأس السنة الجديدة. وارتفع المؤشر الرئيسي للسوق السعودية بنسبة 7% مع صعود سهم أرامكو بنسبة تقدر ب 9%. وفي سلطنة عمان ارتفع مؤشر البورصة بنسبة 3%. تسلمت جنوب أفريقيا من الصين مهام رئاسة مجموعة بريكس التي تضم برازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا. وذكرت وزارة الخارجية في جنوب أفريقيا أنها ستستضيف قمة بريكس في أغسطس من هذا العام، لافتة إلى أنها ستعمل خلال رئاستها على تعزيز التعاون الاقتصادي والسياسي والاجتماعي والثقافي للدول الأعضاء في المجموعة. انتهت جولتنا الاقتصادية، والعودة إليكم مرة أخرى يوسف وسحر. شكرا لك ميرنا.